ذكر أبو بكر محمد ابن الوليد الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، وهذا كتاب أثنى عليه علماؤنا فيما يخص البدع، ويستشهد بكلامه علماء نجد كما في الدرر السنية، وكذلك استشهد بكلامه الشيخ محمد بن إبراهيم وشيخنا ابن باز، وأثنى الشيخ صالح الفوزان على هذا الكتاب الحوادث والبدع للطرطوشي فيما يخص التحذير من البدع.